يا فهمي. في اتصال الحاج جودة من البحيرة، اتفضل يا حاج جودة. لو سمحت يا دكتور، عندي شاب جاموس، عمره سنة ونص كده، تمام. فعندها حمى في الدم بقالها حوالي من 20 يوم، ما بتروحش مع أي علاج خالص. حمى في الدم، يعني ايه حمى في الدم؟ أي يعني ايه حمى في الدم؟ الدكتور قال حمى في الدم، الدكتور قال لك حمى في الدم وبقالها شهرين ما بروحلش. طيب بقالها 20 يوم. 20 يوم، حاضر يا حاج جود، انا هاجب على خدت حضرتك. علاج من كل الاصناف، وخدت العلاج اللي في الجردل كله. ماشي يا حاج جود، حاضر يا حاج جود. وعلى طول تلاقي عينها تدمع كده وتكفل، اشكرك يا حاج جود. خلاص وتعلى درجه حراره، انا عرفت فيها ايه، وهاجيب لك عليها زي بتاع الحاج فاهم ان شاء الله. الحاج جودة كان بيتكلم على حمى الدم او الحمى في الدم، بيقول بقى لها 20 يوم وبقى لها شهر وايه ومفيش فايده. قلنا حمى الدم اللي هي الملاريا او البلاد برازايت، طفيليات الدم بتيجي للحيوان نتيجه، عندنا انواع من طفيليات الدم، في البابيزيا وفي الانابلازما وفي السيلاريا، اختارهم بالنسبه لنا البابيزيا. طيب البابيزيا لازم يبقى فيه اوراد، السيلاريا هيبقى فيه بتاع حشرات بتنقل العدوى دي، دي لها اعراض ودي لها اعراض. لو هي بابيزيا هتلاقي فيه البول نازل، بول مدمم، هتلاقي فيه حراره 41 درجه مئويه، هتلاقي فيه اعراض واضحه جدا، هيتدخل الدكتور على طول بالبرينيل او باي حاجه بديله له، وهي والاكسترساكلين معاه، هيبقى الحيوان 100 100. طيب ما فيش بول مدمم، ما فيش حاجه، والعينين قاعده تدمع، الحراره مش عايزه تبطل، يبقى دخلنا في السيلاريا، يبقى هتجيب للدكتور قول له انا عايز مضاد للسيلاريا، موجود في السوق حاجه كتير قوي، اشهرهم البوتوليكس او الاوكسيتراسايكلين، ممكن يديها لك طويل مفعول، ترماسين طويل مفعول مره واحده، ويبقى العلاج جايب معاك نتائج كويسه. والاهم من ده وده ان انت تمنع وصول الاراده او تمنع وصول الذبابه على قد ما تقدر.